يسعدني أن أدعو الكابتن محمود الخطيب كبير عائلة الأهلي ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لإلقاء هذه الكلمة الافتتاحية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة في البداية برحب بدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، هو مشرفنا في النادي الأهلي، وبرحب بكل زمايلي أعضاء مجلس إدارة وبكل العاملين وكل الناس اللي حقيقة كلهم بذلوا مجهود كبير جدا جدا في التطوير اللي بيحصل وبيحدث حاليا في النادي الأهلي. بشكر الحقيقة أولياء الأمور، لأن أولياء الأمور الفترة اللي فاتت في نفس المكان ده الحقيقة كان المبنى ده عبارة عن خيمة، وكان الحقيقة كانوا بيشتكوا من حاجات كتير، واحنا يمكن في خلال برنامجنا الانتخابي قلنا ان احنا في خلال ان شاء الله سنة هيكون هذا الصرح موجود بإذن الله. الحمد لله، يمكن زي ما أشار الزميل قبل كده ان يمكن من أسبوعين بس افتتحنا المعدات، افتتحنا المعدات اللي احنا يعني كانت موجودة في صالة الجمباز، كافة المعدات اتغيرت، كافة الأجهزة اتغيرت، كلها تطوير. المنشأ كان موجود، لكن الحقيقة يمكن ضفنا أجزاء كتير جدا جدا من المعدات اللي تساعد أولادنا على يعني إن شاء الله النبوغ في الرياض. من هنا عايز أقول كمان، عايز أشكر الحقيقة جهاز المشروعات القوات المسلحة، هو اللي بيقوم بكل هذه الإنشاءات أو هذا التطوير في النادي الأهلي اللي ابتدى في مدينة نصر ودلوقتي الجزيرة، وإن شاء الله قريب جدا هيكون في الشيخ زايد بإذن الله. بشكرهم لأن هم الحقيقة حاطين زي جدول زمني عشان إزاي نستلم كل المنشآت والتطوير دوت في مدد قليلة بإذن الله. هنا يمكن الناس تقول مجلس الإدارة إحنا كلنا بنكمل بعض، كل المجالس من 1907 لغاية النهاردة بنكمل بعض، لكن مجلس إدارة أي مجلس إدارة بيجي سابق أو حالي أو قادم طالما أراد إن هو يقدم نفسه للخدمة العامة فهو يستطيع، أنه المفروض إن هو يكون على يعني يحس بالناس ويحس بأعضاء الجمعية العمومية ويحس بالجماهير ويقوم بدوره على أكمل وجه. هو دور ده مجلس الإدارة، فده مش عشان الناس ما تشكرش مجلس الإدارة، لا ده مش شكر، إحنا اللي بنشكركم على ثقتكم فينا كأعضاء الجمعية العمومية، بنشكر الجماهير على ثقتهم لأن ده دورنا وده واجبنا. من خلال الواجب بقى، النادي الأهلي له يعني له الحقيقة دور وطني رياضي وله دور وطني اجتماعي ودور وطني إنساني. دور الوطن الرياضي اللي هو النادي الأهلي أكبر داعم بالنسبة للرياضة المصرية لجميع المنتخبات، وده دور النادي الأهلي إن احنا نوفر كل السبل وكل الإمكانيات وكل المنشآت وكل الأجهزة لأولادنا عشان إن شاء الله يكونوا يقدموا حاجة للنادي الأهلي وقبل النادي الأهلي يقدموا حاجة لبلدنا مصر بإذن الله. حاجة تانية، الواجب الاجتماعي، النادي الأهلي برضو من الواجب الوطني الاجتماعي إن يتواجد في المجتمع المصري، لازم يكون له دور اجتماعي مع كل مع البلد بشكل عام وبشكل خاص. النادي الأهلي أكبر شعبية موجودة، لازم يكون له دور اجتماعي لبلدنا بإذن الله. دور الإنساني، النادي الأهلي مبادئ وله أسس وله قيم، ما ينفعش النادي الأهلي ينساق أو ينحدر لأي سلوك مش 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 رياضي وأي سلوك الحقيقة متدني. النادي الأهلي لازم يحافظ على ده، لازم النادي الأهلي يحافظ على المبادئ، يحافظ على أسس، يحافظ على قيم. هو ده دور النادي الأهلي اللي بأجيال بتعلم أجيال، واحنا ان شاء الله دورنا باذن الله نحافظ على ده للاجيال القادمه، اللي انا متاكد ان باذن الله هيكون برضو ده نفس دورهم، يحافظوا على كل الدور الرياضي والدور الاجتماعي والدور الانساني والسلوكي، يحافظوا عليه على مدار الاجيال الى ان ينتهي بين العمر. اشكركم جدا، والحقيقه الواحد النهارده سعيد جدا ان يكون موجود في صرح كان من سنه واحده بس صرح مش موجود، النهارده بوجود كل شبابنا الصغير دوت اللي موجود اعتقد المستقبل ليهم، واعتقد احنا المفروض كلنا نشتغل لاولادنا الصغيرين ولنادينا ولاعضائنا والجماهيرنا، واحنا بنشتغل دعم الجماهير ودعم الاعضاء هو السند الحقيقي للنادي الاهلي طول عمره والى ان شاء الله اخر العمر باذن الله. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله.